السيناريست سي محمد بالأخت بالإبنة بالصديقة بالحبيبة تصلح الحياة الأم ومدرستها يا حنين كل الطيبة يا ربي خليك يا أمي. كنظن بأنه كنا كنبداو من الصفر ولكن نجحنا مراهين بالمثابرة بالجد بالشغف بتدليل العقبات. وكنظن كل مغربي واصل ماشي مغربي ولكن كل انسان كيوصل الا بعد مشاق. فالحمد لله انا فرحانه بمساري وانه كل صعاب تدللت. والان الا كانوا الاخرين كيعتبروني انسانه ناجحه فانا فرحانه بنجاحاتي. ان شاء الله كاين مجموعه الاعمال اللي غادي يشوفني من خلالها المشاهد المغربي سواء على القناه الاولى او القناه الثانيه. الاعمال اللي كتربطني مع الحاج ماشي دائما انا اللي كنسعى ليه او هو اللي كيسعى ليا ولكن شركه الانتاج اخرى اللي كنشتغلوا معها اللي كيشوفونا ككوب ناجح. دائما انا كنكون فرحانه اني نشتغل معاه. لذلك كاين واحد الفيلم التلفازي اللي غادي يوزع على القناه الثانيه في شهر الفضيل اللي كنيتو الويكاند اسم ديالو الويكاند واللي غنكون ان شاء الله بجوار الحاج. كنت واجد معكم اليوم في هذا الحدث الجميل والمشرف وشكرا لاداره هذا الحفل على الثقه وعلى التشجيع المستمر ديالهم لينا جميع الفنانين بدون استثناء. وكنتمنوا دائما اننا نكونوا عند حسن الظن ديالهم. الجديد ديالي ان شاء الله ان الان في صدد تهيئ لتصوير عمل سينمائي بالاضافه الى شريط التلفازي ومسلسل. وكنتمنى ان الشخصيات اللي كنتهيئ ليها تكون في المستوى المطلوب وتنال اعجاب الجمهور المغربي وتكون ناجحه اكيد. دائما انا احرص كثيرا على الا افوت هذه الفرصه للاحتفاء بالمراه، المراه عموما والمراه المغربيه خصوصا. الاخوان هنا دائما كيتصلوا بي في توفر لي الوقت كنجي نحضر لان فعلا موضوع المراه خصنا نحتفلوا كما كنقولوا دائما خصنا راه كنحتفلوا بها على طول السنه ولكن هذا يوم برمزيته ودلالته فرصه للتذكير البعض اللي باقي كيبخسوا حق المراه لانها راه كتلعب واحد الدور كبير وان المغرب اللي كيسمو التقدم والنجاح راه ما يمكنش خصو يمشي بجميع قواه بنسائه وبرجاله. وبالتالي انا راه اليوم فرحان انني نكون اليوم باش نحتفل بمجموعه من النساء اللي نجحوا في مختلف المجالات.